ولا انت واش الخوت، مرحبا بكم في قناه نور دي فلوغ. فيديو جديد ان شاء الله كما العاده من صف 3، ونبداو الاخوان مع اول عود ان شاء الله. هذا العود الدهم مالك اللهم بارك اللي كان سعيد عويناتي. وإخوان دهم راسق اللهم بارك، نعطيه فيه 5.5 سنين، نعطيه بوريقة ديالو السن عندي 7 سنين. انا
خوت العود راه عطينا 5 الملايين و 200 ساعات خطاو 6 الملايين باش خطاو ومالكم وحميدة ولا شي ولا شي عود اخوت مالك اللهم بارك بوريقات ديالو راه كيلم معاه في تحت الشراط والفلاح الله يسخر لكم واجي تعال هاد القدم شاف استقل 200 ولكن يعاود مليح ومولاه تنعرفو راه مزيان وحميدة وعندو عاود واخا يعطيو حتى 50 مليون عندو بزاف ديال وحميدة الله يبارك مولانا الله يعود لك اللهم بارك راه مشى 6 ملايين قبل 200 مزيان اخويا الطيبي تحياتي الغربه وبصحتكم وراحتكم وراكم كتشريو المليح وبصحتكم اخويا راكم داين عاود مليح عاود راه ملاكي تبارك الله القدار كي داير اللهم بارك الاخوان الله يسخر لهم مولاه تا هو راجل مليح صراحه ان شاء الله تنعرف مولاه راجل مليح وراجل طيب صراحه انتما خوتي الزين اللي تبع الناس ديال الغرب الله يسخر لهم داتو الصربه ديال القدسي الناس الغرب ها هو الخوت الله يسخر لهم والله يدخلوا عليهم بالرزق والتيسير تبارك الله مالك تبارك الله الزين ورقة ديالو مشى ب 6 الملايين تبارك الله الخوت الروايد الميشلان الزين يا حميد زين اخاف تدير يا حميد اللهم بارك يا اخوان تحية لحميدة وحميدة تاجير الكبير وتعالوا تبعوني يا سعيد هاو الاخوة كاين حميد كاين بارك الله كاين زين اخويا حميد على الملكيه على الملكيه واو حميد حميد يجيب العشرة اقنع بشكل اقنع بليك المليح راسو خلي حوار الوريقه ديالو ناد ب 6 ملايين راه كان الصربه ديال فتح شراط ودابا داتو الصربه ديال القدسي الله يسخر ليهم راه مشاركين في المباراه ديال دار السلام منو ليهم التيسير
هذا